دكتور، الكثير منا لا يعرف ما هي مادة النترات وما هو معنى أو ضرر وجودها بكميات كبيرة في الطعام الذي نتناوله أو في الماء الذي نشربه، بل لا نعرف ماذا تحتوي الأطعمة التي نتناولها من النترات. ما هي هذه المادة والتي أكد الباحثون أنها من مسببات مرض السرطان، وأيضا قالوا أنها خطيرة بالنسبة للمرأة الحامل؟ وضح لنا ذلك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. غير علي، لنبين أهمية مكون النترات، ويعني قد توجد يعني في المياه وفي التربة، وقد تضاف إلى بعض الأغذية، لكن غير قبل أن نخوض في الموضوع، فيعني في الثمانينيات كان تقريبا أكثر من 23 محطة تصفية المياه في بريطانيا أغلقت لأن كمية النترات كانت مرتفعة جدا بهذه المياه. كانت وزيرة الصحة آنذاك هي اللي يعني أمرت بإغلاق هذه المحطات لأن مستوى النترات يعني ارتفع في هذه المحطات. النترات كيعرفوها الناس لأن هي السماد يستعملونه، يعني المزارعون الفلاحة كيستعملوه كسماد، ويعني على شكل ملح أبيض، يعني كيديروه المزروعات والخضر. الأكثر استعمالا ديالو كاين في هذه الذرة الآن اللي كانت الذرة للبقر، هذه الذرة اللي كيعملوها بالقطرة. ويستعمل حتى للأشجار الآن، كاين الفلاحة بداو تستعملوه للأشجار، الزيتون يعني هذا الأشجار المثمرة طبعا. ويعني أكثر استعمالات الآن هي استعمالات زراعية، يعني كسماد عضوي. طبعا لما يكون في التربة يصل إلى المياه، لما يصل إلى المياه طبعا يكون مستوى مرتفع، ولذلك فمحطات تصفية المياه هي دائما تحليل ديال النترات هي تراقب مستوى النترات الموجود في المياه الشروبة. هذا من جهة علي. المياه المراقبة اللي خاضعة للمراقبة راه خاضعة، ولكن هناك مياه أخرى الناس كيستعملوها مباشرة، جلب المياه من الويديان ومن حتى بعض الآبار، ربما يوصل مستوى يعني حتى بعض الآبار ولا حتى بعض مجاري المياه. خصوص المشكل اللي عندنا الآن هو المشكل ديال السدود التلية الآن، ولكن السدود التلية يعني الحمد لله أن المياه كتجي من المنجرفات، يعني كتجي من تلول وكتجي من الجبال، يعني كتجي من مسائل ربما لا تمر بعض الحقول الزراعية، ولكن هناك ليس هناك استعمال كبير حول هذه السدود، يعني فيما يخص يعني استعمال هذا السماد يعني اللي فيه النترات. لكن السهول والخصوص المناطق الكبرى لإنتاج الخضر ولإنتاج المزروعات اللي هي سوس مساقس بالتالي منطقة الجديدة بحال الزمامرة، المنطقة يعني هذه الشتوكة حد سوالم، كاين منطقة الغرب العوامرة، كاين منطقة بركان، كاين منطقة العروي، كاين منطقة اللوكوس، يعني جزيرة القصر الكبير، هذه كلها مناطق كبرى، يعني لأن مناطق يعني إنتاج الخضر وإنتاج المزروعات يعني قوية، هذه كيكون استعمال النترات فيها كثير جدا. طبعا هذا النترات هو اللي كان ينحصر وجوده في المياه، لكان في التربة طبعا ستم يعني هي النباتات تمتص طبيعيا النترات، حتى ولو الناس ما الفلاحة ما داروش هذا، ولو لم يعالجوا الحقول بهذا السماد الكيماوي الفيرتيلايزر، فالنبات جراثيم التربة تحول الأمونيا إلى نترات، وهذا النيتروجين الأزوت لا يتمتصه النباتات إلا لما يكون على شكل معدني مينرال، لما يكون نترات عاد تمتص هذا النباتات. يعني هو حاجة طبيعية أن النبات يمتص النترات، هذا شيء طبيعي جدا، يعني ليس هناك أي مشكل. اللي في البحث العلمي يعني الخبراء التغذية نحن نقول هكذا، يعني أن النترات الموجود في التغذية ليس هناك مشكل، فالجسم يتعامل معه لأنه حادث طبيعي، فالنباتات تمتص النترات من التربة والنترات تتكون طبيعيا في التربة، يبقى التركيز فقط، يبقى المستوى. يعني لكان النترات بكثرة طبعا فهذه النباتات ستمتص منها يعني تركيز قوي. هذا من جهة أخرى، وجود النترات في المياه الشربة هذا أمر عارض، هذا خصو ما يكونش لأنه تلوث، يعتبر تلوث، والنترات ما خصهاش تكون في المياه الشربة نهائيا. نحن لا نقبل حتى 0.0000 حتى أثر النترات. يعني هناك من الآن بعد القياسات الدولية بحال حتى منظمة الصحة العالمية شي بدأوا كيعطيونا، نقول بأن الإنسان يقبل ما هو كحادث في الطبيعة، كما قلنا النترات مجرات التربة من النيتروزوماناس والنيتروباكتر،
هذه الجراثيم تحول الأمونيا يعني النيتروجين الأمونيا اللي كاين في البروتين اللي كاين في يعني النفايات العضوية التي تحوله البكتيريا التربة تحوله إلى نيترات. وهذه يعني هما هاد البكتيريا احنا كنسميوهم النيتريفيون، هما الدور ديالهم في التربة هكذا خاصو يكون هكذا يعني بدون ماء خاص ينزل المطر هذه البكتيريا غير ينزل المطر صافي تبدا العمل ديال. فهذا من جهه. ثم النيترات الخطير اللي ربما غنتكلموا عليه اكثر هو النيترات الذي يضاف الى الاغذيه الى الاطعمه فعلا ولا يضاف الى اغذيه كثيره، يضاف الى اللحوم على الخصوص كي تعطي اللون. لماذا؟ لان النيترات ليس للون، هي تضاف للون كعليم كخاصيه ثانويه ولكن كخاصيه اساسيه النيترات يكبح جورتوم ستافيلوكوكس جورتوم الباسيل كماده حافظه الكلوستريديوم. نعم. لماذا؟ لان مشكل اللحوم هو مشكل الكلوستريديوم ومشكل ستافيلوكوكساي. وهذا ستافيلوكوكس كيعطينا توكسين الانتيروتوكسينيه اللي كتسبب اسهالات. والكلوستريديوم الله يحفظ إذا كان كلوستريديوم بيرفرنجنس غادي يعطي واحد الغونغرين، غونغرين على مستوى المعدة غونغرين غازوز غادي يعطي يعني إسهال يعني تسمم عادي بوازنين فود بوازنين. ولكن إذا كان كلوستريديوم باتولاينوم هنا غادي يكون مشكل لأنه قاتل جرتهم قاتل. فالصانع لكي يضمن سلامة هذا الغذاء من هذا الجراثيم فهو يضيف النيترات مع الملح، كاين صوديوم كلورايد ممزوج مع النيترات، النيترات صوديوم ولا بوتاسيوم نيترات. وهذه يسمى عليا هو منتوج يباع الان في اوروبا وفي امريكا بحال في اوروبا يسمى السالبيتر. والسالبيتر معروف في يعني النقانق والسجقات يعني من منتوجات اللحم والبيكون على الخصوص البيكون هو اللي فيه كميات كبيره. فهذا النيترات يضاف الى اللحم لانه يكبح الجراثيم ولانه يحفظ من ماشي تاكسد هو يزيد في تأكسد الهيموغلوبين. لأن الهيموغلوبين ملي كتكون ميت ميوغلوبين كتكون مختزلة كيكون لون داكن. ملي كتكون أوكسي هيموغلوبين كتكون الشكل المؤكسد كتعطي لون أحمر جيد جذاب ديال اللحم. وهذا النيترات يعني هذه كخاصية ثانوية هي تزين النقانق، تزين هذا النقانق، النقانق المخمرة لأن ما عندناش في المغرب قليلا النقانق، ما كايناش في المغرب هذه فرمانتد سوسيج ما كايناش في المغرب وثمن ديالها غالي. وكاين النقانق المطهيه هذه العاديه يعني اللي كيطيبوا يعطيو الناس هذه وكاين عاد هذو تدخين اللحوم. فين كاين المشكل؟ هو لما تطهى هذه النقانق اللي تضاف اليها النيترات. فالنيترات تتفاعل مع بروتينات اللحوم كتعطي النيتروزامين، والنيتروزامين هذه نيتروزامين هذا هو المسرطن، هذا هو المكون المسرطن الخطير ومسرطن بكميات ضئيله نيتروزامين. يعني فالابحاث اللي عندنا لائحه ديال السرطانات مع الاسف بدينا كنشوفوها في المغرب. من جمله العوامل التي تسبب السرطان، باش نكونوا واضحين، من جمله العوامل، لان سرطان المعده ماشي غير النيتروزامين اللي كتسبب سرطان المعده، حتى الادويه كثره الادويه تسبب سرطان المعده. يعني الكيماويات والمضافات الغذائيه التي تسبب السرطان لائحه طويله كما سنتكلم عنها، من جملتها النيتروزامين او النيترات. اذا كانت النيترات النيترات في المياه واستهلكت، او اذا كانت كمحفظ واستهلكت، او اذا تحولت النيتروزامين واستهلكت هذه الماده هذه، فهو اول سرطان لائحه مع الاسف وبدا كيبان في المغرب هو اللوكيميا، سرطان الدم لوسيميا. نعم. تابعوا الناون هودكين. الناون هودكين هذه لانفوما اللي معروفه، هذه لانفوما ولات عندنا في المغرب سرطان ثاني، سرطان الدم ثاني، لان كاين ثلاثه انواع سرطان الدم، منهم الاول لوكيميا والثاني لانفوما. نعم. والسرطان الثالث اللي هو اللي عندنا في اللائحه هو الاوفاريان كانسر، هو المبيض. المبيض عندنا في المغرب. رقم 4 الكولون هو القولون، سرطان الكولون كانسر. والمراره. ورقم المراره البلادر، يعني عندنا هو بذات سرطان المراره، لان الناس كيقولوا عندك حجره في المراره كانت حاجه عاديه. الان اللي عندهم ماشي القال بلادر، وانما كان عندهم مشكل ديال تيومور، عندهم مشكل ديال تيومور يعني ورم في يعني في المراره. طبعا المعده، سرطان المعده، وحتى الاوزوفايغوس. يعني هذه يعني سرطان القرجطه، وعاد البنكرياتيك في المغرب حديث ولا حرج. ثم في الاخير تايرويد وغده الدرقيه. الغده الدرقيه في المغرب حديث ولا حرج. نتكلم عن سرطان الغده الدرقيه.
نعم. ماشي القواتر. نعم. يعني تورمات فرق. يعني تورمات خبيثة. نعم. ورم خبيث في يعني في. ماشي يعني أورام حميدة. نعم. حيت كاين طور أدينوم يعني هذا نحن نتكلم عن سرطان تيرويد يعني نعم. وعندنا في المغرب مع الأسف يعني حالات كثيرة جدا ونسبة عالية جدا ربما نكونوا في أثناء أوروبا في نعم. نسبة ديال سرطان التيرويد نعم. يعني في الغدة الدرقية في المغرب. يعني هنا المشكل هو اللي كنسميوها الكونسيومر كونفيوجن وان الامر مشتبه على على المستهلك. الناس ما عمرهم غادي يعرفوا هذا المكون ولا هذا الخطر ديال هذا النيترات هذا. فهذا الكونفيوجن ان الحمد لله ان في المغرب ما عندناش صناعه متقدمه في منتوجات اللحوم. ما عندنا صناعه متقدمه، عندنا صناعه متقدمه. دابا هذا الدخول لمنتوجات اللحوم المصنعه هذه الميت برودكتس اللي تزادت على الدايري برودكتس يعني زادت على منتوجات يعني زادت على منتوجات السمك زادت على منتوجات العين. هذا المشكل ديال التصنيع هو كل ما تزاد ماده مصنعه تزادتنا 5 ولا 6 ديال المضافات الغذائيه. نعم. اللحوم الان عندنا 7 المضافات مزيوده. نعم. منهم حتى البي اش او بي اش تي منهم الكاراجينان منهم علي منهم اشياء كثيره. نعم. حتى الخبز في اوروبا مثلا لذلك حتى الاخوان ديالنا هذا الجاليه المغربيه والجاليه العربيه المسلمه في بعض الدول. نعم. ان يردوا البال حتى الخبز في المخبزات لان الخبز كيزيدوا ليه الديغليسيرايد وهذا المونوغليسيرايد والديغليسيرايد هما اللي كيرطبوا الخبز وهذو كيتستخرجوا من شحوم الخنزير. ثم يردوا البال يعني لهذا الناس يعني الجاليه المقيمه في يعني في دينهم يعني الناس يشربوا المخبزات واش واش زايدين هذا الديغليسيرايد بعد الخبز اللي كيشريوه من السوبر ماركت كله فيه الديغليسيرايد والمونوغليسيرايد لانه خصو يبقى لمده طويله يعني كيعملوا لي بلاستيك كيبقى لمده طويله يعني المستهلك لا علم له بما يضاف. الجاليه ديالنا في هذه الدول هذا خصوص الدول اللي كتستهلك اللحوم بكثره بحال الدنمارك بحال المانيا بحال حتى فرنسا يعني هذه الدول اوروبا الغربيه وكندا الولايات المتحده هذو المستهلكين الكبار ديال هي اول دوله مستهلكه هي زيلاندا الجديده تابعها الدنمارك تابعها كندا. فهاد الدول هذو الجاليه ديالنا في هذه الدول اللي كتستحل من اللحوم بكثره يحاولوا على الاقل ياخذوا لحوم طريه يطبخوها في منازلهم ويبتعدوا من مصنعات اللحوم. علاش؟ لان هذا التدخين اللحوم شنو هو تدخين اللحوم وهذا لي فيونت فيمي هادو تدخين اللحوم اش كيعملوا؟ كيعملوا هذوك السجوقات ملي كيعمروا هذوك النقانق ملي كيعمروهم كيعملوهم فوق الدخان ديال الخشب كيعملوا دخان وهذاك الدخان اولا ارتفاع الحراره كيجفف هذوك النقانق بسرعه. ثانيا هذاك الدخان كيقتل ديك الفلورا ديال السطحيه السيرفيس منهم الفطريات تا هو يعني محفز الدخان تا هو محفز هذا وكيعطي واحد المذاق كيولي في واحد المذاق هذو يعني تدخين يعني في الدول الاسكندنافيه كيديروا تدخين حتى ديال السمك. فغادي نصحح واحد المعلومه وهذا هو البرنامج هذا بالقوه ديالو هو تصحيح المفاهيم الخاطئه. نعم فعلا. لماذا؟ لاننا نتحرى فيها يعني خشيه الله سبحانه وتعالى هو نعم نصح اننا ملي كيقرب العيد الاضحى في المغرب كنسمعوا كثير من النصائح حول شيء اللحوم على النار لانك تكون فيه نيتروزامين هو يسبب سرطان. نعم. انا شخصيا سمعت وهي نصيحه خاطئه. نعم. لان من المستحيل ان يتكون النيتروزامين في القضبان اللي كنشويو ولا في بولفاف ولا في الخليع. نعم. من المستحيل يتكون نيتروزامين لان النيتروزامين ما كيتكونش في اللحم انما النيترات اللي كتضاف للحم هي اللي كتعطي النيتروزامين لان المفاعل الكيماوي خاص يكون عندك نيترات ويكون عندك حمض اميني كتحيد سي او او اتش ديال الحمض الاميني وكتحل محل النيترات كتسمى نيتروزامين. نيتروزامين نعم. كتولي واحد لامين عوض ما تكون بروتين ولا حمض اميني كتولي امين نيتروزامين. هذا هو يعني التسميه الكيماويه حتى الاخوان ديالنا الباحثين في الكيمياء كيعرفوا هذه المفاعلات الكيماويه. نعم. يعني ملي كنشوفوا اللحم كيتكون نيتروزامين من المستحيل. كيتكون في النقانق التي تضاف اليها النيترات باش نكونوا يعني واضحين. نعم. ولذلك الناس اللي بداوا ينصحوا ما يبقاوش يخلعوا الناس ويرعبوهم ويبقاو يخلعوا عشب. ما كاين لا في بولفاف نيتروزامين ما كاين لا في بولفاف ولا في القضبان ولا في الخليع ولا في المشوي اللي كيشويو الناس اللي كيشويو الخرفان. الناس سميتوه نشويو الخرفان علاش لا؟ هذه داخله في عاداتنا وعلاش لا؟ هذا يعني هذه نخوه عربيه. الناس الناس الاوروبا عندها النقانق. نعم. عندنا نقانق الناس الاصحاء يعني حقهم ياكلوا شي. نعم. غير الناس ما يخافوش وما يتخلعوش. نعم. لان علاش؟ لان احسن طهي للحم هو الشيء على النار غير ما يكونش دخان.
نعم. فقط غير ما يكونش دخان. نعم. يعني المشوي ما كياكلوش الناس يوميا طبعا. اكيد في المناسبات كميه ديال البيروكسيدات اللي كتكون في لوغرا كتكون دائما وهي في المشوي اقلها من اللي كتكون مثلا في البطاطس مشوي. نعم البيروكسيدات اللي كاينه في, نعم. في الفرنش فرايز هي البيروكسيدات خمسه الاضعاف اللي كاينه في البولفاف اللي كناكلو. غير هذه العادات العربيه والعادات الغذائيه المغربيه. نعم. فهي ليس فيها خطا باش نطمئنوا يعني أو خطر الناس وهذا كنصحح هذا الخطر. هذه معطيات علميه مدققه. نعم. وخص المواطن طبعا حان الوقت ونحن نعيش في عصر العلم باش المواطن المغربي يعرف هذه الحقائق هذه. نعم. وهذا النيترات الخطر الوحيد اللي كاين هو رقم واحد من اللحوم ماشي اللحوم ماشي اللحوم الطريه. نعم. يعني مصنعات اللحوم. نعم. يعني النقانق والسجوقات من النقانق على الخطوط. فهذا النيترات ما كاينش صانع ما يمكنش ما يضيف لا شيء لان القانون كيسمح بها يسمح ايضا للمحافظه على الجوده. وكاين منتوج الان حتى يعني الملح الان كيتباع في الاسواق في اوروبا السالبيتر. السالبيتر معروف هو خليط من نيترات والنسائل. يعني هذاك الملح اللي اللون ديالو تقريبا وردي. لا ماشي قضية وردي هو لا هذا خاص للصناع هذا ما كيتباعش. لا 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 هذا خاص للصناع. وكنعرفوا بان استهلاك منتوجات اللحوم في اوروبا هي اكثر من استهلاك اللحوم على شكل طري. على يعني اللحوم طري استهلاك المنتوج النقانق في اوروبا يعني تقريبا ما كاينش اللي ما كيستهلكهاش يوميا يعني بكميه كبيره. نعم بكميه كبيره ويجل الناس يستهلكون منتوجات اللحوم. لا مابقاوش كيطبخوا الناس مابقاوش كيطبخوا. نعم يعني الاكل السريع نعم عندنا حنا طبيخ فيه خضار ولحوم قاش هذه. وطبعا هذه المواد هذه فيها مواد حافظه اخرى ماشي غير نيترات ربما نوصلوا عليها. فيها مواد حافظه اخرى فيها 50% حتى 70% النقائق هو شحم دسم. كاين بعض الاطباء بداوا يقارنوا الخليع مع 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 السوسيس. لا يقارن باش نكونوا واضحين. باش نصحوا المعلومه ان الخليع لا يقارن مع النقائق لان الخليع يجفف تحت الشمس يضاف عليه شيء من الملح ثم يطهى جيد في هذيك جره ديال النحاس. كانوا كيطيبوه الناس في فاس كانوا كيطيبوه الخديمه ديال النحاس. يعني هذا ارقى ما يمكن يعني في اللي كنوصلوا ليه حنا في التكنولوجيا الغذائيه. نعم والنحاس يعني ماده صحيه. لا لا طبعا طبعا هذا ماشي الالومنيوم. نعم اكيد هذه. فهاد المسائل هذه نرجعوا كما اشرتي في تفضلتي في المقدمه. نعم. المشكل عند البريغنانسي عند نساء الحوامل. نعم كنفهموا هذه النقطه. نعم الا استهلكوا النيترات بكثره. لذلك عندهم في اوروبا جل المشاكل الان اللي حاصله عند الناس اللي عندهم سرطان هي كانت عندهم في الرحم اللي كان في بطن امه. لان المراه هذه المراه الحامل لما تستهلك النيترات في اللحوم ولا في المياه ولا حاجه تكون كميه كبيره. نعم. فهذا الجنين كيتعرض لهذه الضربه تحت النيترات. نعم. وكيكون عندها مشاكل في الولاده. عليا ما غنتكلموش عليها. المشاكل الولاده دابا مابقاتش كثيره يعني كاينه ولكن الان ولا الجراحه ولا يعني لو علي جل النساء ماشي كلهم جل النساء الان كيولدوا تحت المراقبه وجل النساء ولاو تحت المراقبه وحتى هذيك المراقبه هي فيها نظر اعاده النظر في هذه المراقبه ديال النساء الحوامل القضيه ديال الحديد القضيه ديال الجلبه وهذاك الشيء ماشي سياسي اعاده النظر. فهذا لان كاين النساء لا يتحملن هذيك الماده وكاين النساء لا يتحملن الحديد الذي ياخذون ماشي كل شيء نساء يعني تعميم كل شيء نساء خصهم ياخذوا. لا ليس كل النساء. النساء في البوادي يجب ان لا ياخذن الحديد من المستشفيات. لان مازالين كيطبخوا ومازال النظام ديالهم جيد ومازال ما عندهمش مشاكل الا البوادي المغربيه اللي دابا دخلتها شويه ديال سميتو مع دابا الموت الضوء دخلوه مع الناس ولاو كيعيشوا تقريبا بحال في المدينه. هادو راه طبعا تتسمى مدينه مابقاتش باديه. اما الارياف والمناطق النائيه اللي الناس باقيين كيطبخوا فيها وباقي عندهم مواد طبيعيه الانيميا ما كانتش في الباديه عاد بدات عند الاطفال. علاش؟ لان اللايف ستايل لان نمط العيش ولا في البوادي بحال المدن. انا تما ولا عندهم ثلاجات ولا عندهم حلويات ولا عندهم مقليات ولا تما كيديروا يعني الفريت ولا كيديروا المسائل. طبعا نفس الامر تنتقل الى الباديه. ماشي الباديه هي طبيعتها ان ما يكون. لا هو كل شيء من نمط العيش. حتى ولو كنت في الباديه كنت تعيش بنمط العيش المدينه عندك نفس الامراض. اكيد. اما الا عشتي بنمط العيش الباديه شكون اللي باقي تيطيب الحطب؟ قليل قليل اللي كيطيب الان بالغاز افران الغاز موجوده الان حتى في الباديه فعلا. نعم وهي ضياع. ضياع لميزانيه الدوله. كاين بعض المناطق اللي ممكن يطيبوا بمسائل طبيعيه لما لا. ولكن عليهم كيف ما كان الحال هذه حريه شخصي في التصرف والمستهلك عنده حريه غير الناس نعرفوهم بالمعلومه. لان كاين بعض الاطفال الان اللي عندهم حساسيه لهذاك المسكن ديال غاز البيطان الا طيبوا فيه بعض الطبيخ ولا الخبز ولا حاجه كيمتصوا واحد الكميه كبيره اللي ربما يزيد في الازمه ديال الطفل
نعم. الناس يعرفوا. فالنساء الحوامل نعم. اللي كياخذون النيترات بكثرة، هذاك الولد ولا البنت اللي غادي يزداد سيزداد بروبيس كنسميه، غادي يكون معرض للسرطان. نعم دكتور، دابا يعني غالبا النساء اللي الحوامل غادي يسألوك نعم. فين كاين هاد النيترات باش يجتنبوه؟ لا هو لا اكيد، لان هنا احنا كنقولوا الخضار كاين لحوم. لا ما كاينش خضار، احنا تكلمنا على النيترات الغذائي، النيترات الموجود في الخضار. نعم النيترات الموجود في الخضار وفي الفواكه اللي امتصات النبات يمتص النيترات عادي هذا. عادي الا ان تكون واحد اللي كنسميه ابيوز، يعني الفلاحه دابا ديما كاين الابيوز، يعني الا لكان مثلا واحد افراط في استعمال السماد. نعم هنا كيكون مشكل، لان ما كاينش مراقبه، لان غير الكميه اللي غادي تكون ملتصقه بالخضار نعم. غادي تكون كميه خطيره جدا هذا. ولذلك ها ما يكون بعد غسل الخضار جيد غادي بعدا يزولوا واحد الكميه كبيره. الى غسلوا الخضر مزيان بعد على الاقل ديك النيترات اللي لاصق في الخضار وفي داك الواحه اللي كيكون لاصق في الخضار، بعد ديك الكميه غادي تمشي. لان الفلاح راه كيعملوا علينا دابا الان النيترات، ولا كيتعمل مع لاكوت مع القطره، ولا كي يعني الان هذيك الوكاله كيعملوا فيها النيترات وكتسقي مباشره، مابقاش كيعملوا في التربه ولا كيعملوا مع الماء. هذا يعني الكميه. كاين بعض المزروعات اللي كياخذوا النيترات ثلاثه المرات في الطور ديال هذاك النبات، بحال الذره الان، هذه الذره اللي كيعملوها الابقار هي تاخذ النيترات ثلاثه المرات، وهي يعني حتى ان التربه الان الا تزرعت فيها شي مزروعات اخرى من وراء هذيك الذره غادي تكون مزروعات خطيره. يعني كاين الناس اللي كيديروا الذره ويديروا عملوا الخضار، وهاد الناس هادو خصهم يعرفوا على الاقل، لان طبعا لو كانوا عارفين ما غايشيدوا، لان الناس كلهم كيتقوا الله. حنا كنقول لهم اتقوا الله فقط أكيد. يعني البلاصه ديال الذره خاصها تبقى في راحه، تبقى هذيك التربه تستريح واحد المده وتعمل فيها الذره ولا تعمل فيها اشياء للحيوان. لان يعني المكان اللي تزرعت فيه هذيك الذره هو مكان كيولي فيه اشياء خطيره جدا. حتى بعد الديدان الان اللي تربات من على اثر هذه زراعه الذره الان للابقار، هي ديدان غادي تكون خطيره وغادي تفسد التربه ديالنا، وحتى الجراثيم الفلورا ديال التربه الان تقلبت، هذا شيء فلورا جيده. نعم غادي يسولوا النساء، غادي يسولوا النساء عليا اللي كيهمهم الامر هما الجاليه المغربيه في الخارج. لانهم يعيشون في بلدان فيها صناعه اللحوم متقدمه. صناعه اللحوم بدات عندنا في المغرب، والنيترات كيضيفوها لصناعه اللحوم، لان الصانع ديال هذه المنتوجات كيبقى دائما خايف من المشكل ديال التسمم الغذائي. والتسمم الغذائي طبعا كاين قانون، ماشي يعني الصانع طبعا ما غاديش يعمل الرقبه ديالو تحت القانون. بما ان القانون يسمح ليه اضاف باش يضيف هذه الاشياء، فطبعا كيخرج راسه كما كنقولوا من باب واسع، كيزيد السالبيتر، كيزيد النيترات والملح والمسائل، كيمشي عليه كيزيد محافظات اخرى. يعني قضيه تمشي حتى للسوربات والبنزوات، تمشي عين النيترات، تمشي الحمض البوريك والمسائل البروبيونات، المسائل هذه كلها كتزاد في هذا، والقالات والبروبيونات، وتزاد البي اش او، تزاد بي اش تي، وتزاد مسائل غادي يولي عندك خمسه ولا سبعه المسرطنات في نفس الماده. وكان علاش هذا اللائحه اللي عطيت ديال السرطانات، لان ابحاث عميقه وقويه أجريت في كثير من الدول، يعني منهم الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، هذه أبحاث كثيرة وقوية جدا شاسعة. لا حتى فاش كنت نعمل أنا تخصص في يعني الميت ساينس في علم اللحم، يعني سنة وحنا كندرسوا غير علم اللحم، تخصص هذا علم اللحم درسنا سنة كاملة احنا كندرسوا غير علم اللحم الميت ساينس، هذه كنا يعني هذوك المنشورات ما قدرناش نواكبوا البحث العلمي في جميع ما يخص اللحوم. نعم. أنا كاين منشورات حول يعني لون اللحم. نعم. فقط لون اللحم. وهنا كان نبغي نبين على أن جل نعم. المنتوجات اللحوم في المغرب هي مصنعة من لحوم الدجاج والديك الرومي، وهي ليست مصنعة من لحوم البقر والغنم. الخليع مصنع من لحوم البقر. نعم. ولذلك الخليع راقي بالنسبة لمنتوجات اللحم، وأرقى منتوج هو الخليع المغربي. وأرقى منتوج بالنسبة لمشتقات الحليب والسمن الحار المغربي الغير مغشوش طبعا. هذا فعلا. لذلك هذا المشكل اللي عندنا خصنا نشوفه يعني الآن واحد نوازي وهذا. فالمنتوجات اللي عندنا ليس هناك أي خطر، لا يمكن يكون نيتروزامين في الخليع. أنا قلت يعني لا يمكن، من المستحيل لا يمكن. ثم أن المنتوجات المحلية اللي عندنا المشكل الوحيد اللي عندنا
هو النقانق، صناعة النقانق الآن اللي بدات في المغرب ماشي غير بدات، يعني وصلت دابا يعني ولينا تقريبا نعم مدة طويلة مستوى بحال فرنسا وإسبانيا في من هذه صناعة النقانق. وصناعة النقانق لا يمكن يعني في أوروبا، هادشي معروف يعني عليا هادشي معروف. حنا الدراسة الأبحاث المنشورات اللي كنا كنشوفوا دائما كي المنشورات كنا كنركزوا على المنشورات اللي فيهم مشكل ديال التدخين والمشكل ديال تكوين المسرطنات يعني في في, في اللحوم. هذه فكان هذا المشكل ديال النيترات وكان حدث ضجه في اوروبا. باش نزيدوا المستمع الكريم نعطيه ونوريوا ليه الاهميه، كان احدث ضجه حتى ان بعض الدول منعت التدخين بحال فرنسا مثلا في واحد الوقت كانت منعت التدخين، تدخين اللحوم منعته، ولكن رجعوا لتدخين اللحوم. حتى احنا في البحث العلمي بدينا كان نعملوا ابحاث باش نتفاداو تكون نيتروزامين، نديروا واحد التدخين بدون تكوين نيتروزامين عنيد، ولقينا بروسيس انا ممكن ندخنوا اللحم بدون تكوين نيتروزامين. علاش؟ لان النيتروزامين ما كيتكون حتى كنضيفوا النيترات. نعم الا زولنا النيترات ما بقاش تما النيتروزامين، ما عندناش مشكل. ليس هناك ممكن ندخنوا اللحم، ممكن نشويه، ممكن اي يعني اي مشكل. فعلي هاد النساء هادو خصهم غير يعرفوا، المهم معلومه تكون عندهم، لان صناعه النقانق لا في اوروبا ولا في يعني صناعتنا لا يمكن ان تتم بدون اضافه النيترات. يعني هذا خصوصي اذا كانت مساله واضحه، خصوصي إذا كانت من لحوم حيوانات. نعم. وحتى من لحوم الدواجين، المشكل في الدواجين أن لحوم الدواجين تنتن بسرعة أكثر من لحوم الحيوانات. نعم. ثم أن الدسم ديال الدواجين، دسم الدواجين وأخطر من دسم الحيوانات. دسم ديك الرومي ودسم يعني الدجاج وأخطر بكثير من دسم الخروف. لماذا؟ لأن شكل الدسم عند هذا، استحلاب الدسم بالمرارة هو يتطلب جهد ثلاثة، يعني خصنا بعد غير استحلاب هذا. نعم. هذاك الشيء علاش الناس ملي كياكلوا لوغرا خصهم واحد الطاقة ديال الهضم هائلة. نعم فعلا. والمنتوج من المادة الغذائية التي تنهك المعدة وتنهك الجسم فيما يخص طاقة الهضم هو اللحم. اللحم واللحوم احنا كنا مصنفينها يعني اللحوم على حسب الجودة، على حسب المكونات، على حسب الهيموغلوباين، على حسب مسائل هذه. فكل ما حبس الحيوان، كلما كان الحيوان محبوس، كلما كانت سرعة نمو هذا الدسم أو الشحم يعني اللحم. نعم. يعني فائقة، كلما كان هناك ارتفاع الخطر. نعم. اللي كان عرفوا احنا مثلا تسممات ديال المعادن الثقيلة والتسممات ديال المواد السامة هي تتركز في الدسم في الشحم، هذا هو هذا هنا هذا هو المشكل. فهنا كان وصلوا لواحد النقطة مهمة جدا، هو أن السماد العضوي نفايات الحيوانات فيها تركيز خطير وأخطر ما يكون ديال النيترات. سبحان الله. الآن الأمريكيين تنبهوا لهذه القضية اللايف ستوك ويست، الناس يدخلوا لجوجل يكتبوا نيترايتس أند لايف ستوك ويست، غادي يلقاو بأن مشكل خطير. علاش؟ لأن الأمريكيين كيصنفوه رقم 2 فيرتيلايزر، يعني السماد الكيماوي. نعم. نيترات كاين السماد الكيماوي ومتبعين اللايف ستوك ويست، يعني هذا نفايات الحيوانات. نعم. رقم 2 هذا. نعم. ثم ولذلك انا كنت شرط في واحد حلقه من حلقات يعني نخل ورمان. نعم. كنا اشرنا الى المشكل ديال الناس اللي كيتكلموا على البايو. نعم. على العضوي، الانتاج العضوي. نعم. وان بعض الناس كانوا كيبروا هذا الانتاج ديالهم بانهم عندهم سماد عضوي. نعم. إذا استعملوا نفايات الحيوانات الآن اللي كاينة في الإسطبلات مثل أبقار الحلوبة. نعم. وعليا غير أبقار الحلوبة قريبا، واستعملوا نفايات الدجاج، فهذا ليس بايو، إنما أخطر من الإنتاج بالطريقة العادية الكيماوية اللي كتستعمل بيستيسيدات واللي كتستعمل السماد الكيماوي. نعم. أنا أكرر، ربما يكون هذا السماد العضوي ديال الحيوانات أخطر من السماد الكيماوي. نعم. لماذا؟ لأن غادا تكون فيه ماشي غير النيترات، وغاد يكونوا فيه الهرمونات، لأن الحيوانات الآن خصوص الأبقار الحلوبة الآن ولا تعالج بالهرمونات، يعني خصوص البقر اللي كيتعطل ما كيضربش ولا حاجة. نعم. ولا عنده بروتوكول بيطري كيجي كيدير هرمون باش البقرة تسخن باش المسائل هذه، لأن الفلاح ضايع، لبقات البقرة ما ولدتش عامين الفلاح ضايع. أكيد. فهذيك الهرمونات فين كتوجد؟ هي والمضادات اللي كتعالج بها الأبقار توجد في أبوال هذه الأبقار، شرف الله قدر السامعين الكرام. في الروت. هذيك الأبوال تتخلط مع الروت مع النفايات ديال الأبقار، يعني كيولي هذا السماد العضوي فيه النيترات، كيولي فيه البيستيسيدات يعني المبيدات اللي كاينه في التبن، كيوليو فيه
عوامل النمو مع الجي ام او اللي كاينين في العلف المركز. وكتزاد عليه هذا المشكل ديال المواد البيطريه يعني من الهرمونات ومن المضادات الحيويه اللي كتعالج بها هذه الحيوانات، وكيولي هذا السماد هذا ما بقاش كيعطينا انتاج عضوي، كيولي يعطينا انتاج خطير جدا جدا. فعلى الاقل الناس ينتبهوا لهذه المسائل، ينتبهوا لها. احنا في عصر البحث العلمي، والمغرب ان شاء الله دابا اختار الطريق ديالو. المغرب اختار طريق المغرب الاخضر. الا اختار طريق المغرب الاخضر يمشي في المغرب الاخضر، وخاص المنتجين وخاص الناس اللي عندهم الشان المحلي والشان العام خاصهم دائما يركزوا ويتبعوا السياسه العامه ديال البلاد اللي هو المغرب الاخضر. اكيد صافي. يعني احنا اعلنا دوليا بان المغرب اعلناه اخضر، المغرب اخضر، والحل موجود والبديل موجود والانتاج ممكن يكون بطريقه سهله وبطريقه يعني ما شاء الله. انا بعد المنتجين هذا العام رجعوا الابقار اللي كيسموها كروازي، فبقاوش باغين هاد البقر المستورد، رجعوا قلت لهم هائل. لو كان غير كان واحد انتقاء بيطري سيليكسيون ويكون تحسين سلالات، عندنا بياطره بارعين في هذا الميدان، فننتقيو سلالات جيده تعطينا كميه معقوله من الحليب ان شاء الله تكون هي 15 ولكن لا تكلفنا، وتكون عندنا ابقار محليه، وعوض ما تعطينا مثلا 30 لتر لمده 4 سنوات توقف، تعطينا 15 لتر لمده 20 سنه. نعم أو ما فوق. نعم كاين الأبقار عاشوا عند الناس في الفلاحة عندنا في الشارع 30 سنة، عاشوا 35 سنة. نعم فهذا هنا خصنا نشوفوا الكمية ديال الحليب لمدة السنوات، شحال غادي تعطينا من طن على 10 سنوات ولا على 15 عام، ماشي شحال من طن غادي تعطينا في 5 سنوات ومن بعد هذيك البقرة لا تصلح لشيء. نعم لا تصلح لشيء لأن لا مابقاتش تحلم الفلاح ما قلتش عليها. نعم فعلا لما مابقاتش تحلم باش توكل راسها وتوكل شوية الفلاح معها راه لا يقدر عليها، لا الفلاح ما يقدرش صافي يقول لك هذه ولات عندي يعني غادي تضيعني كثير. نعم. غادي تضيعوا. فهذا المشكل النيترات هو كيحتك بالمواد الزراعية. غير الناس نطمئنوهم يعني لكن لان كاين الانسان دابا اللي يمتص كما شرتي في المقعد. نعم هو نعم هو امر واقع. نعم هو في الجسم هو في خطر. ماشي نقولوا الناس بدون خطر. غير لقينا مع الكميه التي تمتص الخضر واللي كتمتص الفواكه، الفواكه ما كتمتصش كثير. نعم لكن الخضر نعم علاش؟ خصوص الخضر على شكل جذور. هاد شكل الجذور هي تقريبا جل الخضار على شكل من انواع اللفت، من البطاطا الحلوه، من البطاطا القصبيه، من الاشياء هذه اللي كتنبت يعني تحت الارض. وهذا علي هو النبات يمتص يعني كي جذور كي هذه الفواكه يعني اللي نغسلوهم يعني مثلا الطماطم مثل الاشياء هذه لابد، ولكن الكميه اللي كيمتصها النبات كان ما تكونش واحد الكميه ملتصقه مثلا بهذيك الجذور في التربات تكون ملوثه بالتربه لان فيها النيترات بكثره. اما الكميه اللي كيمتصها النبات هي كميه غير خطيره، لان الامريكيين الان صنفوها ميلد يعني ليست خطيره يعني شويه يعني فيها خطر يعني بسيط جدا. كيبقى المشكل ديال المياه والمشكل ديال المضافات. النيترات اللي كنضيفوها لمنتوجات اللحم، ركزنا على منتوجات اللحم لان جل النيترات اللي كيتزاد وكيتزاد منتوجات اللحم كيتزاد في كثير من المنتوجات الاخرى. بالنسبه للمياه يعني هل المياه يعني مضاف اليها النيترات؟ لا ماشي مضاف. نعم هو فيه. لا فيه نعم فيه طبعا فيه. علاش محطات التصفيه كلهم الان دابا يعني حاضين محطات دابا علاش يعني يعملون ليل نهار محطات تصفيه المياه؟ المشكل رقم واحد يعني مواد الكبريت السلفات النيترات هم الان محطات تصفيه المياه. المعادن الثقيله والنيترات والسلفات المسائل السامه طبعا اللي غادي تجينا منها. الهرمونات الغالب الله يعني ما كاينش الى حد الان ما كاينش اسلوب دولي. نعم. لا في الولايات المتحده ولا في اليابان ولا في كوريا ولا في المانيا ولا في روسيا، ما كاينش اسلوب دولي الان اللي كيخزن الهرمونات من المياه. ما كاينش لا مشات حتى وصلت الهرمونات اللي كنسميها زينوبايوتيك بالفرنسيه زينوبيوتيك. هاد الهرمونات اللي كتمشي طبعا كتمشي من الاستعمالات ديال النساء كيستعملوا البروجيستيرون النساء ولا يستعملوا البروجيستيرون بكثره. فإلى هذا الهرمون عليه حتى الهرمونات ديال الحيوانات طبعا الى مشات حتى الهرمونات ديال العلاجات منهم علاجات السرطان هرمونوثيرابي منهم بعد ضبط المسائل الجسميه بالهرمون منهم علاج البروستاتا بالهرمون علينا هذه الهرمونات اذا مشات حتى وصلت للمياه. انا قلت لا وصلت ها نعم اذا مشات حتى وصلت لمجاري المياه ودخلت لهذه السدود اللي كناخذوا منها خزانات المياه اللي كناخذوا منها المياه دائما هناك اسلوب دولي ماشي قضيه المغرب علي ماشي. المغرب هو منتظم دولي. انا كنهضر على الدول المتقدمه في العلوم. الى حد الان ما كاينش مشكل اللي كيزول الهرمونات من المياه. كاين دراسة دارت في راه ماشي غير دراسة ما دراسات ولكن من جملة الدراسات غنقول غير وحدة هي واحد الدراسة جراها واحد باحث فرنسي على الأسماك ديال المياه العذبة. يعني هاد المياه العذبة هاد الأسماك هذا دار فيها واحد الدوزيج يعني واحد ديترمينيشن يعني قام بتحليل الهرمونات في اللحم اللحوم ديال هذيك الأسماك ولقى كمية خطيرة
يعني تقترب من الكمية التي تأخذها النساء، هي نصف الكمية اللي كتأخذها النساء باش تمنع الحمل، لأن يعني النساء كياخذوا هل هي النساء الآن ولا كياخذوا كمية فوق يعني الكميات هذه، يعني هي ابتداء من 10 ميلي جرام هو علي الحمل اللي متمنع. مع المرات النساء كيوصلوا حتى 30 ميلي جرام كثيرة، التركيز كثير جدا. فهذا يعني هذا عليهم ربما ياخذوا أكثر كمية أكثر. فهذا الباحث هذا نشر هذا البحث منشور هذا يعني وجود هرمونات في الأسماك التي تعيش في المياه العلمية هذه مياه العذبة. المياه المياه يعني المياه العذبة مجاري المياه اللي كاينه هي مجاري تصب فيها مجاري اخرى ربما توصل لها بعد المواد العادمه بعد المياه العادمه اللي كتلاح فيها، وهذه المياه العادمه طبعا اللي يكونوا فيها طبعا جايه من المدن، ملي كتكون جايه من المدن فيها هرمونات من فيها كل شيء، ملي كتكون جايه من فيها كل شيء فيها المعادن الثقيله فيها الهرمونات فيها السلفات فيها النيترات مواد التطهير في مواد الجميل فيها الوريد فيها الجريزين فيها المسائل كل شيء فيها يعني فهذه المسائل هذه يعني كاين هناك أخطار نعم. ولذلك إذا يعني تبعوا معنا هذا المستمع الكريم اللي تبع الحلقات ديال نخل ورمان كيشوف بأننا عمرنا نصحب بواحد المادة محصورة لوحدها نقولوا الناس تأكلوا الفلفلة راه فيها فيتامين سي، نصحوا ما حول المادة المادة وما حولها يعني كيفها كيفية الإنتاج ديالها وكيفية الوصول ديالها والتخزين ديالها وحتى الطهي ديالها. وعطينا مثال أن البطاطس إلى طبخوها الناس بالطبخ المغربي مع المرق الصوص بلول إلى طبخوها مع المرق المغربي ليس هناك أي خطر، يعني أحسن من كخضرة. أحسن من طهيات كخضرة أحسن من القليل. إذا تقلب في الزيت كيولو فيها على الأقل خمس مكونات مسرطنة شو غير الفرق في الطهي. إلى طابت مثلا في المرق ما كاينش مشكل، إلى تشوات في الزيت غادي يولوا فيها خمس مكونات مسرطين على الاقل. والمشكله دكتور الناس كلها كتحب هذه البطاطا المقليه يعني الفريت. نحن لا نمنع الناس ولا نحن نقول المعلومات، لان الانسان يكون عارف احسن ما يكون ما عارفش. اكيد حنا كنقولوا الناس كون عندك الفكره فقط، نعم فقط يكون عندك ولك الحريه صافي، يكون عندك فكره ماشي الانسان هكذا اعمى. بحال واحد الوقت في السبعينات علينا نحن الثمانينات على الخصوص كان واحد يعني واحد يعني طلعه كبيره ديال البحث العلمي في امريكا في هذا الاتجاه هذا، حتى ان بعض الباحثين اللي كانوا كيزوروا المغرب وجاو عندنا باحثين كبار في الميدان اللي جاوا المعهد الحسن الثاني للزراعه والبيطره، باحثين من العباقره الباحثين في امريكا زاروا معهد الحسن الثاني للزراعه والبيطره، واللي كان هذيك كل ما عملنا مثلا ندوه ولا حاجه وكنا بدينا كانت على هذه المسائل هذه، هذوك الامريكيين كانوا كيقولوا لنا دائما واحد الجمله اكسبريشن اش تيقولوا لنا هاد الامريكيين تيقولوا لنا وي ريتيني ان دارك، نحن ناكل في الظلام. معنى هذه ناكل في الظلام ما عارفينش اش كناكلوا، وحنا بغينا هذا المصباح بغينا نديروا للناس واحد المصباح نشوفوا شنو بغينا الناس اش ياكلوا فقط عبر هذا البرنامج يعرفوا الناس على الاقل اش ياكلوا. اما المسائل جميل جهات مكلفة بالمراقبة، كاين جهات مكلفة بالقانون، كاين جهات يعني لا تسمح ببعض المنتوجات. نحن في المنتظم الدولي نحن نعيش كجميع الدول، ولكن ماشي غير نعيش كجميع الدول نعني بها أننا اللي داروها نديروها، ممكن نديرو أحسن منهم أكيد، ممكن نعمل أحسن منهم. كاين الآن نعطيك غير مثلا المضافات الغذائية، كاين مضافات غذائية ممنوعة في سويسرا مسموح بها في بريطانيا، كاين مضافات غذائيه ممنوعه في الدول الاسكندنافيه مسموح بها في الولايات المتحده، كاين مضافات غذائيه ممنوعه في الولايات المتحده مسموح بها في فرنسا وفي في المانيا وفي اسبانيا. يعني هكذا علاش لا كل دوله كتقلب على مصلحتها. نعم ماشي حنا نبقاو غاديين عامين مسموح به دوليا صافي نديرو، لا حتى حنا خصنا نشوفوا المواطن ديالنا شنو اللي كضروا ونقولوا هذا المضاف هذا ممنوع في المغرب، هذا من حقنا فقط والقانون الدولي كيسمح لنا بذلك. هذا من حقنا لان عندنا حريتنا. هذا لماذا الالوراويد ممنوع مثلا في سويسرا مسموح به في بريطانيا؟ لان السويسريين قالوا بان الانسان ديالنا ما يقدرش على الالوراويد، هذا يعني ما ممنوع صافي. علاش مثلا برومير الميثايل؟ نعم برومير الميثايل هذا الناس كيطهروا به التربه هو مبيد، منعته امريكا في التسعينيات في اوائل التسعينيات في 1996 كان ممنوع البرومير الميثايل ممنوع في الولايات المتحده، لا زال مسموح به. احنا مازال الفلاحه كيعملوا البرومير برومير ميثايل مازال كيف الفلاحه كيعملوا، علاش؟ لان كيقول لك مازال ما تمنعش علاش؟ لان امريكا سمحت به 10 سنوات اخرى. يعني هذا عليهم كل دوله الان كل دوله تتقلب على مصلحتها. يعني احنا مثلا القانون ديال النيترات عندنا واحد التركيز ديال النيترات دولي، يعني هو منظمه الصحه العالميه عامله واحد التركيز ديال النيترات في المياه سامحه بواحد المقدار. نعم فهذا وممكن عليهم ان شاء الله
ممكن عندنا مناطق الان فيها مياه جيده، مياه الاطلس، الاطلس ما فيش مزروعات ما فيش سماد، خاص غير ترشل هذه المياه هذه ويكون فيها صفر نيترات ان شاء الله. أكيد. ما عندناش مشكل والله. أكيد. ما عندناش مشكل. أنا اقول ما هو ممكن، ماشي ما تمشيش المستحيل، ما هو ممكن. واللي ما غير ممكن رحنا بحالنا بحال دول الغرب. الغرب الله علاش غنديروا الا كانت مثلا مجاري المياه ملوثه مثلا، مش خدينا سبو. نعم. خدينا سبو، خدينا نهر ام الربيع، خدينا مثلا اللوكوس، خدينا مجاري المياه الكبرى اللي عندنا في المغرب. نعم. اللي هي تتمشي على بعد 600 800 كيلومتر. نعم. باش دينا مثلا مربع جاي من عيون مربع ومن عين اللوح وتيصب في مرورا بقصب التادله والشاويه وكيصب في الجديده. نعم. في مريب شعيب هنا اذا مشينا الطول ديال المربع غادي تلقاه ولا قمامه فعلا، لانه يستقبل جميع النفايات ويستقبل جميع المواد السامه وحتى بعد المياه العادمه بعد المهدون الصغرى نفايات المصانع يستقبلها. فهاد وسبو. نعم. سبو هو جاي من فاس، يعني راه واد بوفكران واد فاس راه كيكبوا في 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 واد بهت سبو كيتلاقاو، يعني مجاري اخرى ماشي غير واد بهت وسبو، يعني مجاري اخرى يعني. فهاد المسائل هذه كما كنقولوا محطه تصفيه المياه، يعني هي تعمل بصراحه. انا كنعرف كيفاش كيخدموا، كاين الناس يعني كيخدموا مزيان، عمل جيد ماشي يعني عمل جيد في المستوى، ولكن ما غاديينش يقدروا يديروا المستحيل. إذا كانت المياه اللي كتوصل لمحطات تصفية المياه مياه فيها تركيز عالي، نعم. ما غاديش يقدروا يعملوا المستحيل، هذا هو. فهاد المسائل الأمريكيين كانوا تنبهوا لهذه القضية هذه. نعم. وبداوا تيشوفوا المناطق يعني مجاري المياه اللي فيها أقل كمية هذه، وكانوا كيجيبوا بعض المرات كيجيبوا مياه من 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 واحد المسافه بعيده. نعم. نظرا لهذا التركيز ديال السلفات والنيترات اللي كاين قليل في هذا، يعني هذا المياه والمياه ماشي غير نيترات، نيترات غير مكون واحد، اما المياه هناك اشياء اخرى. نعم. يعني خطير كبير، لان من قبل كانت المياه الشاروبه، منظمه الصحه العالميه كانت تعرف لي المياه الشاروبه ان المياه اللي ما فيهاش كوليفورم ما فيهاش سالمونيل ما فيهاش بعض الجراثيم وصافي هي شاربه، ولكن الان لا، مابقاش مشكل ديال الطايفويد، الان مابقاش مشكل عندنا ديال الاذى، خصنا عندنا المشكل ديال المعادن الثقيله، المشكل البلاستيك، مشكل الهرمونات، مشكل المضادات الحيويه، ما خصها تكون صفر المضادات الحيويه في المياه. يعني يعني هذه عمل لا انساني ولا اخلاقي باش يكونوا المضادات الحيويه في المياه الشاروبه، ولا اظن ان دوله غادي يكون فيها مياه شاروبه فيها المضادات الحيويه. نعم. هذا هو الان اللي كنقول كونسيومر كونفيوجن. نعم. هو الان المستهلك يعني المواطن العادي عنده مسائل، شو الفلاح الان هي كيخدموا بالنيترات. نعم. كاين اللي كيزرع بيدو كيعملها في المزروعات ديالو، الخضار والقمح والمسائل هذه كلهم، الناس كيعملوا الملحة كيسموها الملحة. الملحة نعم. كيسموها الملحة، هذيك الملحة راه هي نيترات. نعم. كان من قبل اليوريا، واليوريا أقل خطر من الأمونياك. من النيترات. ودابا ولا واحد المنتوج نيترات، أمونيوم النيترات، يعني ولا أزوت على شكل معدني وعلى شكل عضوي أمونيوم النيترات هذا. فاللي كيخدموا به كيف ما كان الحال، فهاد التشتات ديال هذيك الملحة خاصة حتى دوك الفلاحة يعرفوا بأن راه هذاك المنتوج ملي غادي يديروه في التربة راه غادي يلقاوه في المياه، وراه غادي يمشي في الخضر، وغادي يمشي في المزروعات، وغادي يعني خاص حتى هما مستهلكين وحتى هما مواطنين طبعا خاصهم يوعاو بهاد المشكل هذه. إلا كنا نستعملوا مرة هذا النيترات للمزروعات احسن ما نستعملوها مرتين وثلاثه. نعم فعلا يكون احسن، يعني اقل ضرر. نعم طبعا، يعني اقل ضرر. الا تزادت النيترات والسلفات مع المبيدات، احنا المزروعات عندنا غادي يوليو خطر في هذه المسائل. نعم. غادي يوليو خطر. ثم ان حتى الفلاحه مثلا نسمحوا لي ما يعجوا عليه، كاين مرشدين فلاحيين وكاينين غادي نعرفوا. نعم. ارشاد الزراعي. نعم. فالى كاين بعض الفلاحه الان كيجتهدوا هما من انفسهم. هذا العام هذا في الشاويه انا حضرت على عمليات الناس عالجوا القمح ثلاثه مرات، وكاين حقول من الحقول ديال العائله ديالي، انا عندي ولاد عمي، كاين حقول الان عالجوها الناس مره، وكاين حقول ما تعالجتش، يعني كانت احسن، يعني وكان منتوج وكان كاين حتى مشكل. فانا كان هذه هذا الشيء علاش العلماء كلهم كيمشيو لادوز، كيمشيو للكميه. الباحثين والخبراء كلهم كيمشيو للكميه، الا قدرنا نتفاداو. علاش؟ لان علاش الكميه؟ ملي كيكون الامر مستحيل. كيكون الامر مستحيل كنهضروا على الكميه. على الاقل كان داكشي علاش كنقول حتى الخضار اللي تغسلت وكذا وزولنا منها عير، ديك المسائل الخارجيه راه جيد، ما نبقاش هذا. غير مع الكميه اللي كتمتصها الخضار والفواكه شي قليل، يعني ممكن الجسم يتعامل او مثلا الزراعي اللي درتي له الملحه مره واحده. ولكن الا كان واحد الابيوز ملي كنستعملوا النيترات بكثره، والفلاحه كيبداو يجتهدوا كيقول لك انا غندير الملحه مرتين، ولا كيبان لي الزرع صفر ملي دارها غير مره راه مزيان. لا نعم، وحتى المبيدات الناس. نعم. شويه رشلوا، هذه غنتكلموا على المبيدات، وغنتكلموا على المبيدات المستعمله بكثره. نعم. اللائحه ديال واحد العشره المبيدات اللي كيتستعملوا بكثره، حنوريو حتى الفلاحه الطريقه باش ما يوصلوش للمستهلك. علاش؟ لان لا يمكن تكون ماده زراعيه ولا خضره ولا اي حاجه، يعني
يمكن تكون الان في وما هذا الامر هذا ما غاديش يبقى في الخفاء. ولذلك هذا التنويع اللي عندنا في المغرب والمنتوجات الحساسه ديالنا القويه هذه كتخلينا يعني نعرفوا اولا المنتج قبل المستهلك، لان المنتج يهمه الامر، يهمه. علاش؟ لاننا مقبلون الان على عصر العلوم، الان وصلت النقطه ديالو جايه راجعه، وصلت لواحد النقطه اللي عرفت الخطر وجاي راجعه. امريكا الان طالعه في نص الانتاج ديالها غادي يكون عضوي. امريكا الان يعني بعد سنوات 50% في الانتاج العضوي. كندا تابعها، المانيا والدول الاسكندنافيه تابعينهم. فرنسا بدات الانتاج العضوي وصلت 30%، اكثر من 30% فرنسا الان الانتاج العضوي، يعني كيرجعوا للاصل. نعم، ولذلك انا هادشي علاش انا كنقول بان هذا سياسه المغرب الاخضر هي عجبتني كثير. لان علاش؟ لان على الاقل اعلنا دوليا باننا مغرب اخضر. معنى مغرب اخضر؟ مغرب طبيعي. طبيعي. نعم. فهذه المسائل هذه ما يمكنش نكونوا نقولوا مغرب اخضر يعني نعلنوا هذوليا ملي كيجيو الناس يلقاونا باننا باقي كنعملوا النترات ثلاثه مرات اكثر منهم، والسلفات ثلاث مرات اكثر منهم، والبويده ثلاث مرات اكثر منهم، والبلاستيك والميتابيسيلفيت والمسائل والانيدريد الكبريت والمسائل اكثر منهم. لا، يلقاو بعدا على الاقل واحد الكميه قليله ومن بعد نوصلوا لصفر. صفر. وراه ماشي مستحيل تدريجيا، راه ماشي مستحيل، والله ماشي مستحيل، يعني راه جد ممكنه. حتى الان اعاده النظر في الانتاج ديالنا الحمد لله، بعد المنتجين بداوا كاين بداوا، غير هاد الناس ديال العضوي ما يديروش بزنس، يعني ما يعملوش يعني هاد العضوي للزياده في الثمن. تمام. راه غير يقولوا البلدي والمنتوجات ديالهم تباع وتكون نقيه، وما يكونوش عندنا امراض تتعلق بهذه المسائل. شوفي اللائحه اللي تكلمنا على النيترات، هاد اللائحه هذه لائحه امريكيه ماشي اوروبيه، لائحه امريكيه. وهذه الانواع ديال السرطان اللي تكلمنا علاش، اللوكيميا لا لوسيمي سرطان الدم هو الاول. يعني هنا اولا كتبين لك على ان المصدر ديال النيترات يستهلك بكثره اللي هما اللحوم. ماشي اللحوم، اللحوم المصنعه، منتوجات اللحوم. في الجسم النيترات هذه نيترات الان او 3 مع الحراره بعد ملي كنسخنوها كتعطي الان او 2 يعني نيترات. وهذه النيترات هذه نيتريت هي اللي المشكل، ماشي النيترات هي المشكل، لان وفي الجسم كهاد النيترات هذه كيحبس كتحبسها الفيتامين سي، ما كتخليهاش يعني يعني تعمل خطر. هنا علينا على الاقل بحال الناس اللي كيستهلكوا الفواكه بكثره، اللي كيستهلكوا الخضر الطازجه ولا شي حاجه، عندهم بعدا واحد محفز اللي هو الفيتامين سي اللي ما كيخليش هاد المفاعله يعني 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 تتم حتى داخل الجسم، لان يعني النيترات في الجسم كيتحول. ولكن كيبقى مكون النيتروزامين الحمد لله، ان ما عندناش يعني الا منتوجات اللحوم، ما كاينش مشكل نيتروزامين في مواد غذائيه اخرى. الا المواد المختلطه باللحوم، لان اللحوم دابا الان ولاو بعد لي بلا اللي كيدار فيهم لحوم واشياء اخرى، خلطه اشياء اخرى مصنعه. طبعا احنا نتكلم عن تصنيع، اما المواد الطريه هذه الفريش ما كنهضروش عليها، يعني ليس هناك اي مشكل. فهاد القضيه هذه الناس تكون عندهم المعلومه احسن، راحتي ان ما كاينش مكالمات. يعني هذه المواضيع هي مواضيع شديده، وايضا حتى الكلمه غريبه على المستمعين الان. يعني الصناعه الكيماويه تعدات بكثير، يعني العلوم هذا العلوم كلها، لا البيولوجيه ولا الكيماويه ولا الطبيه ولا الزراعيه ولا البيطريه، يعني الصناعه الكيماويه مشات بعيد. فهذه يعني باش نواكبوا هذه الصناعه الكيماويه خصنا 25 سنه و 30 سنه باش نعرفوا على الاقل ماذا يقع فوق هذا الكون. نعم، اذا دكتور شكرا لك على كل ما قدمته لنا من معلومات. وكما لاحظتي دكتور ان ما كاينش مكالمات لان الموضوع جديد وطبعا غريب على المستمعين، فانتم يعني وضحتم كل ما كان يعني غير واضح لدينا. شكرا لكم دكتور، وشكرا للمستمعين الكرام الذين يعني ساهموا معنا بالاستماع. شكرا للطاقم الفني الذي رافقني خلال هذه الحصة، الزميلة حفيظة نشاش في الهندسة الصوتية، وفي الإخراج الزميل وديع أزلقان. أذكركم مستمعي الكرام أن هناك إعادة لهذه الحلقة كل يوم ثلاثاء الساعة 9 مساء، وأيضا يمكن للمشاهدين الكرام أن يتابعوا برنامج نخل ورمان على قناة السادسة كل يوم أربعاء على الساعة 9 مساء، ويعاد يوم الخميس ابتداء من الساعة 12:30 بعد يعني في الزوال. ولكم مني أجمل تحية لطيفة الصمدي في